السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الأربعاء 14 من شهر ديسمبر كانون الأول 2022، جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا. قبل أن نبدأ أصدقائي بالأخبار، هذا اليوم سوف يلعب المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بنصف نهاية كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر، وسوف تنقل المقابلة أيضا بالتلفزيون الألماني، سوف تنقلها القناة الثانية الألمانية قناة CDF بداية من الساعة 8 ليلا. دعواتكم أصدقائي بالتوفيق والنجاح والفوز إن شاء الله للمنتخب المغربي، فكلنا واحد وكلنا إخوة، نتمنى إن شاء الله أن يفوز المنتخب المغربي بهذه المقابلة ويتأهل إن شاء الله إلى المباراة النهائية، رغم أنه منتخب فرنسا منتخب قوي جدا، هم أصدقائي حاملي اللقب وآخر هم آخر بطل للعالم لآخر نسخة التي نظمت في روسيا سنة 2018. نتمنى أن تكون مقابلة جميلة، نتمنى أن تكون مقابلة رائعة وتكون أيضا مليئة بالروح الرياضية، ونتمنى الفوز للمنتخب المغربي إن شاء الله. نبدأ أصدقائي بالخبر الأول. ألقى مستشار ألمانيا السيد شولز كلمة اليوم في البرلمان الألماني، وتكلم السيد شولز عن الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، ووعد مستشار ألمانيا بأنه ألمانيا والدول الأوروبية سوف يقدمون دعما ماليا يصل إلى 18 مليار يورو إلى أوكرانيا كي تتغلب أوكرانيا على قساوة فصل الشتاء. ووعد أيضا مستشار ألمانيا بأن ألمانيا يمكن الاعتماد عليها وسوف تدافع عن أي شبر من الأراضي التابعة لحلف الناتو، يعني للحلفاء. هو قال جميع حلفائنا يجب أن يعتمدوا علينا، هكذا قال مستشار ألمانيا. وانتقد أيضا مستشار ألمانيا السيد شولز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال بأن الرئيس الروسي فشل بتحقيق جميع أهدافه التي خططها في أوكرانيا وأن جميع حساباته قد فشلت. وقال مستشار ألمانيا بأن الرئيس الروسي كان يعتقد بأنه سوف يسيطر بسهولة على أوكرانيا في بضعة أيام لكنه فشل. هذه الكلمة التي ألقاها مستشار ألمانيا هذا اليوم بالبرلمان الألماني كانت قبل القمة الأوروبية التي سوف يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي. تكلمت أيضا الصحافة الألمانية على متاعب الناس الذين يعملون بشركة البريد الألماني أو عموما بالشركات الخاصة بإرسالية الطرود البريدية، وعنونت الصحافة الألمانية مقالة بعنوان مرتب ضعيف وعمل طويل حتى بالليل، وقالوا بأن المرتبات عموما في هذا المجال لم تعرف ارتفاعا مناسبا وجيدا بالسنوات الأخيرة. وقالوا رغم كثرة العمل بسبب ارتفاع وإقبال الناس على التسوق أونلاين، ما زال يعاني عدد كبير من الناس الذين يعملون بشركة توصيل الطرود البريدية أو حتى شركة البريد، يعانون من زيادة ساعات العمل، قلة المرتبات، أو أن الكثير عندهم فقط عقود مؤقتة، أو هناك من يعمل تايت سايت نصف دوام لكن رغم ذلك مجبرين على العمل ساعات طويلة. نتمنى أن يكون هناك تحسين بالمرتبات وظروف العمل، وأيضا تحسين ظروف العمل، لأنه إذا حسنوا ظروف العمل سوف كثير من الناس سوف يحبون العمل في هذا المجال. لكن أيضا عندي أصدقاء يقولون بأنهم مرتاحين بشكل كبير جدا بشركة الطرود البريدية أو شركة مثلا البريد الألماني، ويقولون لا بالعكس، يعني ناس مبسوطة، ناس فرحانة، يعني على حسب. لكن المرتبات ما زالت ضعيفة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك زيادة برفع المرتبات وتحسين ظروف العمل.
بعد إلقاء القبض على المجموعة اليمينية المتشددة التي كانت ترغب بعمل انقلاب في ألمانيا وتغيير النظام من النظام الحالي إلى نظام إمبراطوري قيصري أصدقائي، وبعدما وجدوا أسلحة عند مجموعة من أفراد هذه المجموعة، وزيرة الداخلية السيدة فيزا ومجموعة من السياسيين طالبوا بعمل قوانين صارمة بخصوص حوزة السلاح في ألمانيا. لكن وزير العدل بالحكومة الاتحادية قال بأن ألمانيا لا تحتاج إلى تغيير القوانين الخاصة بامتلاك السلاح لأنها أصلا قوانين صارمة، وقال حتى لو قمنا بتشديد القوانين أكثر فإن الناس الذين نيتهم سيئة يمكنهم أن يحصلوا على السلاح بطريقة غير شرعية. وترغب أيضا وزارة الداخلية بتطبيق القانون على كل من يمتلك السلاح بشكل غير قانوني، وأيضا يرغبون أيضا بتشديد القوانين وسهولة طرد موظفي الدولة من عملهم إذا تبين أنهم يعني لا يدعمون الدستور ولا يؤمنون بالدستور الألماني، أو أنهم عندهم أفكار، هذه الأفكار مثلا أفكار من أجل تغيير النظام. قالوا لا يعقل أن يعمل موظف بالحكومة وهذا الموظف لا يؤمن أصلا بنظام الحكم في ألمانيا، ويرغبون بسهولة طرد هؤلاء الموظفين. نمر أصدقائي إلى آخر موضوع حول روض الأطفال. عملت دراسة بروض الأطفال وأيضا استطلاع للرأي حول مسألة العنف بروض الأطفال، وهل يتعرض الأطفال إلى العنف هنا في ألمانيا. وحسب مقالة تكلموا وقالوا بأنه في بعض روض الأطفال يتعرض الأطفال في بعض الأحيان إلى عنف جسدي وعنف نفسي، وتكلموا وقالوا بأنه الآن حاليا يتم البحث وهناك حالة شك في بايرن وصلت إلى 232 حالة شك يتم التحقيق فيها، لأن الأطفال تعرضوا إما لعنف نفسي أو عنف جسدي. مثلا الأمور التي تحصل في بعض من روض الأطفال، قالوا بأن هناك الأطفال يتعرضون للضغط والإجبار على الأكل، يقولون لهم لازم أن تأكل، يجب أن يعني بشكل عنيف جدا وضغوط كي يأكل الطفل، حتى لو أن الطفل ليس بجائع أو أنه لا يحب ذاك الأكل يضغط عليه في بعض الأحيان. وقالوا أيضا هناك مرات يجبر الطفل على الجلوس أو على عدم الحركة كثيرا بالقوة، أو حتى تهديد الأطفال بالعقاب إذا لم يقوموا بهذا الشيء أو إذا لم يجلسوا أو إذا لم يتوقفوا مثلا عن الشغب. نعرف بأنه الأطفال شيء طبيعي أن يكون عنده شوية شغب، يكون عنده شوية حركة حماس، هذا شيء طبيعي، لكن ليس إلى درجة التهديد والضغط والصراخ على الطفل ومعاقبته لأنه طفل نشط وطفل يحب اللعب ويحب النشاط. خصوصا أن من يعمل في روض الأطفال يجب أن يكون مهيئا نفسيا وعقليا وبكل الأمور، لأنه هذا هو العمل بمجال روض الأطفال. وهنا يتكلمون فقط على حالات قليلة، لكن هذه الحالات القليلة لاحظوا بأنها تزداد، وهذا هو الأمر الذي جعل الصحافة الألمانية تتكلم على هذا الأمر وتثير أيضا هذا الموضوع. وقالوا أصدقائي حسب إحصائية، لاحظوا معي هذا ما يدعو إلى القلق. الآن تكلموا على الأمر في روض الأطفال، الحالات التي لم يتم الانتباه فيها للأطفال، أي أن المربي أو المربية لم يكونوا ينتبهون إلى الأطفال. في سنة 2021 حصلت 24 حالة، في سنة 2022 ارتفع العدد إلى 57 حالة. الاعتداء النفسي على الأطفال، مثلا الصراخ أو تهديد الطفل بالعقاب أو تخويف الطفل، الاعتداء النفسي في سنة 2021 حصلت 16 حالة، في 2022 ارتفعت إلى 32 حالة. الآن نتكلم على الاعتداء الجسدي للأطفال. في سنة 2021 43 حالة، في سنة 2022 ارتفعت إلى 59 حالة. وهناك أيضا كما قالوا بالصحافة توجد حالات لم يتم تسجيلها أصلا ولم يتم التعرف عليها ومتابعتها،
ولذلك يجب أيضا التفكير كيف يمكن تحسين الوضع كي لا تتكرر مثل هذه الحالات. أيضا من بين المطالب التي تطالب منها مثلا مجموعة كبيرة من الجمعيات هي أيضا زيادة المرتبات لمن يعمل مثلا في روض الأطفال، نقص ساعات العمل، وأيضا زيادة الموظفين ونقص الضغوط على الموظفين، لأنه إذا الموظف عليه ضغوط كثيرة، ستريس كثير، عمل كثير، كذا كذا، الموظف ممكن أيضا أن ينهار نفسيا. فيجب أيضا تحسين وضعية من يعمل بيروض الأطفال وزيادة مرتباتهم وتشجيع الناس على العمل هناك. بذلك سيكون عدد كبير من الموظفين، وكل موظف لن يعني لن يكون مسؤول على مجموعة كبيرة من الأطفال، سيكون فقط مسؤول على بضعة أطفال، وهكذا سوف يعطي كل ما بجعبته وطاقته. إضافة إلى يجب أيضا تقوية التواصل بين الأهالي وبين الأطفال، وأيضا أن الأطفال يجب عليهم أن يتكلموا ويخبروا بكل شيء يعيشونه، لأنه في كثير من الحالات لم يتم التكلم عنها لأن الأهالي إما صامتوا أو الأطفال لم يخبروا الأهل بكل شيء. إذن يجب التعاون بين من يعملون في روض الأطفال والتعاون بين الأهالي وأيضا الحكومة تزيد من الاستثمار في هذا المجال، ونتمنى السلامة للجميع. كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.